يا كابتن، ما انت قلت لي تاتش بسيط تتحسب عشان تهور. طب لما ما وصلتش للكوره اللعبه الاولانيه، معلش يا جماعه، وصلت الرجل الاول، عيدولنا اللعبه الاولانيه عشان بس نعرف الفرق يا كابتن. لا انت وصلت الرجل الاول، انا هوريك الفرق بس كابتن. يعني طب هسال سؤال، اتفضل. الرجل بتاعت اكرم، في فرق بين ان انا اروح واضرب، في فرق بين اروح واضرب وانا رايح وانا ماشي في السكه رايح للكوره، مش رجلي لمست رجل اللعيب ده، انا رايح للكوره في الاصل. لكن اللعبه اللي قبل دي، ما هو ناصر رايح للكوره برضه. لا الاولانيه ما راحش للكوره، يعني دي شايف ما فيهاش حاجه. لا طبعا هو راح للكوره خلاص، حتى لو حتى لو دخل في وش رجله. لا لو راح لوش رجليه، لا ما هو تاتش، ما انا ما قلت لك يا كابتن، هو عمل كده يا كابتن اهو. كابتن خالد خلاص، خلينا بس دي وجهه نظرك. لا انا هقول لك بس، لا انا وجهه نظر القانون دي تقديريه. لا ما خلينا وجهه نظر والله تقديريه يا كابتن، خلينا بس ممكن حاجه ثانيه يحسبها والله. طب خلينا بس مفهوم، انا مش هقول ان انا الوحيد اللي بقول صح، لا انا ممكن يبقى لي اخطاء في التقدير، ولكن مفهومنا لكره القدم هو داخل يعمل ايه؟ داخل يلعب الكوره، واثناء وصوله للكوره حصل تاتش مع رجل اللاعب، مش حصل مخالفه، والتاتش ده ما كانش باسفل الحذاء، ده كان بجنب رجليه. يا كابتن ناصر ماهر تاتش برضه، يا كابتن ناصر ماهر تاتش برضه، كان راح يلعب الكوره لكن لعبها وصلها لا ما لعبهاش، بس خلاص هي دي بقى الفرق بين الاثنين. خلاص ده وصل للكوره، واثناء وصوله للكوره حصل التاتش ده. انا في وجهه نظري اصلا ما فيش مخالفه.